السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة معانا فيديو جديد في قناة اعمل بنفسك، والفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن مشكلة بتظهر لناس كتير في الغسالات الفوق اوتوماتيك، وهو ظهور كود على شاشة الغسالة، كود E1. الكود ده بيظهر لك ساعة لما الغسالة بتقف اثناء العصر او اثناء دورة الشطف بتاعت الهدوم، فبتقف الغسالة وبيظهر لك الكود E1 وانت ما بتبقاش عارف ايه المشكلة في ايه او ايه العطل اللي في الغسالة خلى الكود ده يظهر لك. النهاردة هنشوف ايه الاعطال اللي بتخلي الكود ده يظهر وازاي تحل المشكلة دي. بس يا ريت لو انت لسه ما اشتركتش في القناة تنزل تشترك دلوقتي وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد، وتدوس لايك عشان الكل يستفيد. خليكم معايا عشان نعرف ايه الاسباب اللي بتخلي الكود ده يظهر. اول ما بيظهر لك الكود E1 على شاشة الغسالة، يبقى اول حاجة تشوفها فلتر الغسالة، وفلتر الغسالة بيكون مكانه جوه حلة الغسالة في الجنب زي ما انتوا شايفين. ولو ما بتعرفش ازاي تنظف الفلتر ده، في فيديو في القناة ازاي تنظف الفلتر ده وازاي تفكه وتركبه، هسيب لكم برضو رابط الفيديو اسفل الفيديو ده. هتشوف الفلتر هتفكه وتشوف فيه رواسب ولا مفيش رواسب زي ما انتوا شايفين. ساعتها لو الفلتر عندكم بنفس الشكل ده، يبقى المشكلة في الفلتر نفسه، الرواسب اللي فيه كتيرة في حاجزة المية، يعني الغسالة مش قادرة تطرد المية اللي جوه الغسالة، فساعتها بتعمل الايرور ده وبيظهر لك الكود ده. لكن لو الفلتر عندك نضيف، يبقى كده المشكلة مش في الفلتر ومش في وساخة الفلتر. هنشوف ايه المشكلة اللي ممكن بعد الفلتر تخلي ظهور الكود ده. تاني حاجة تخلي كود E1 يظهر هي ترمبة المية. لازم تتأكد من ترمبة مية الغسالة شغالة ولا لا، وتتأكد من الترمبة. مش معنى كده ان انت تحط ايدك على الترمبة او تحس بيها ان هي شغالة او لا، او تسمع صوتها، لا، لازم تفك الترمبة، عشان زي ما انتوا شايفين كده قدامكم ده منظر الترمبة من جوه، ممكن تكون صوتها شغال ولكن الريشة اللي جوه عليها تراكمات من الاوساخ او الشعر او اي حاجة كانت جوه الغسالة، فخلت الريشة ما بتلفش، وبكده هيبانك اما الترمبة شغالة خارجيا او هتسمع صوت الترمبة شغالة، ولكن الريشة اللي جوه هتكون متوقفة. لو الريشة عليها شوية اوساخ او تراب سددها او اي حاجة عائق للريشة، ساعتها هتحاول تسلك الريشة وتغسل الترمبة كويس وتجمع الترمبة تاني وهتشتغل معاك. لكن لو ساعتها الريشة مكسورة، فساعتها لازم تغير الريشة او تغير الترمبة. تالت حاجة تبص عليها هو حساس المية. حساس المية تبص عليه وتبص السلك اللي واصل فيه فلت من مكانه ولا راكب، وممكن يكون فلت من مكانه نتيجة لاهتزاز الغسالة أثناء التشغيل. وآخر حاجة معانا ممكن تسبب مشكلة ظهور كود E1 على الغسالة، صمام دخول المية. صمام دخول المية بيكون صمامين في الغسالة، واحد سخن وواحد سائع. ساعتها لو عندك مشكلة في صمام المية السائع بتاع الدخول، فممكن تغير السلك بتاع السائع للسخن. ساعتها الغسالة هتشتغل معاك، بس لازم وانت بتشغل الغسالة هتظبط البروجرام بتاع الغسالة على المية السخن، فساعتها الصمام هيشتغل معاك. لكن لو جيت غيرت الصمام من السائع الى السخن وما ظبطتش البروجرام، الغسالة مش هتشتغل معاك، عشان انت طبعا لغيت المية السائع ساعة لما غيرته، فما ينفعش تشغل البروجرام السائع وانت موصل على صمام المية السخن. وبكده نكون قلنا كل المشاكل اللي تخلي كود E1 يظهر على شاشة الغسالة. ياريت ما تنساش تشترك في القناة، دعم لينا، واشوفكم فيديو جديد في قناة تعمل بنفسك.